على رأسها مجموعة قنوات الام بي سي. في الحقيقة هذه المجموعة من أقوى مجموعات الإعلامية في العالم العربي، بل هي أقوى مجموعة إعلامية عربية، أقوى مالياً، أقوى فنياً، أقوى عددياً، أقوى حضوراً، انتشاراً، مشاهدة، إعلانياً إلى آخره. وبالتالي ما تقدمه للمشاهد العربي يستدعي متابعة وتحليل ودراسة ورصد وبيان ما يقدم للمشاهد العربي، وبالتالي ما هو موقفنا من هذه المجموعة الإعلامية وقنواتها. نتكلم الآن عن العمل الذي قمنا به في عملية الرصد. في الحقيقة لنا سنوات نرصد هذه القنوات بشكل متقطع، في الحقيقة ليس بشكل دائم. بدأنا من عام 2006 ثم توقفنا فترة ثم عدنا ثم رجعنا. في الحقيقة يعني ما استدعانا إلى الرصد والمتابعة هو حجم الانحراف والمتزايد. يعني قلنا لعل الأمر في البداية ثم تخف أو يعني على الأقل تثبت، لا، وجدنا الأمر يزداد سوءا. من يتوقع، من يتخيل مشهد بانيو في مسلسل مصري، المرأة عارية والرجل عاري في البانيو والفقاعات يلعبون ويتمازحون وينكتون، من يتخيل هذه المشاهد؟ من يتخيل مشهد يعني على الفراش مقدمات العملية الجنسية بالكامل، من ضم ومص وتقبيل وغيرها وكل ما يتخيله العقل الإنسان يعني الواعي، تعرض على الشاشة يشوفها كل إنسان؟ من يتخيل مسلسل مصري يعرض على الام بي سي، الرجل يطبطب على مؤخرة زوجته ويضمها وتجي الأم، يا ولدي لا يا ابني مش هنا، روح أنت معها في غرفة النوم، مش قدام، مش أمامنا، مدريش. ويجي الأب ويقول لها بلاش، يعني ويعني حركات قدام الأولاد